مرحبا بكم معايا اليوم في الحلقه السادسه، الحلقات اللي كنهضروا فيهم على تاريخ ديال مدينه سيجماس. كما هي سنة الحياة، لكل شيء بداية هناك نهاية. وكما كانت البداية ديال المدينة ضبابية شوية، ما لقيناش شي حاجة زعما اللي هي سير حتى النهاية كذلك، كايناش شي حاجة اللي هي اكزاكت، ديما كتلقى بزاف د الهضرة. سبحان الله، مدينة أسطورية. المهم، الحلقات اللي قبل كنت هضرت لكم وقلت لكم أن حكم الدولة المارينية على مدينة سيجماسة في الأول ديالو كان حكم زوين، وكانت غادي الإمورية هذيك سمن على عسل كما قلت في الحلقة السابقة أيضا، كلشي كان مزيان، ولكن في النصف الثاني من الحكم ديالهم هنا عرفت المدينة مصيرها المحتوم. اواخر ديال القرن 14 ميلادي، اللي كانت الدوله المارينيه هي اللي كانت مسيطره على مدينه سيجماس، وفي هذه المده سقطت مدينه سيجماس اندثرت. كلشي كيجمع على ان هناك مجموعه من العوامل اللي عطاتنا داك الاندثار ديال المدينه، ومع عوامل ساهمت في سقوط المدينه بشكل غير مباشر، بحال داكشي ديال الحرب العالميه الاولى والثانيه، اسباب مباشره واسباب غير مباشره، وحتى هنايا عندنا داك القضيه. العامل الاول اللي هو سيطره قبائل عرب بني معقل على الاقليم ديال سيجماس وعلى الطرق التجاريه اللي كانت كتجي لسيجماس، وايضا تراخي والضعف ديال الدوله المارينيه في السيطره على اقليم سيجماس. انا العامل الثاني واللي هو عامل تجاري، شنو وقع هو ان بعد السيطره ديال قبائل بني عرب بني معقل على الطرق ولا على الاقليم ديال سيجماس، القوافل التجاريه ولات كتخاف على راسها، ولهذا ولات كتحاول انها تغير من المسالك ومن المسارات التجاريه ديالها، وكتمشي للطرق اللي هي امنه داكشي اللي عندها. العامل الثالث واللي هو عامل سياسي، الامراء والسلاطين ديال الدوله المارينيه وقعوا بينهم وما بين الناس ديال سيجماسة مشاكل وثورات ونعاد سروينات. العامل الرابع هذا ما فيهش يد بنادم، عامل ديال المناخ وايضا عامل ديال الاوبئه اللي عارفها المغرب انذاك. في النصف الثاني من القرن 14 كما كنهضروا من قبيله جات المجاعه للمغرب والخوف، وانتشر الفوضى والترونات القضية، جا المغرب طاعون الأسود، وحتى المناخ جف ذاك القرن، حتى الجفاف جا. هاد الأسباب كامل اللي قلناها ولا ذكرناها ما هي إلا أسباب غير مباشرة باش اندثرت مدينة سيجماس، لأن كاين في الرواية واحد السبب آخر اللي كيقول لك خلى المدينة تسقط، ولا كتقول الرواية بأن بعد موت السلطان أبي العباس اللي هو واحد السلطان من سلاطين المارينيين آنذاك، طلع السلطان الأسود، غير من سميتو باينة. فاش طلع السلطان الاسود اهل سيجماس ثاروا عليه، داروا ثوره عليه، يعني هذيك ثوره بسطاني، انتهت الثوره بالموت ديالو، وكذلك بسقوط الجدار ديال سيجماس وخرج الناس باش انهم يسكنوا في القصر. غير باش نوضح لكم ان الخروج ديالهم للسكن ديالهم في القصر ماشي هو ديك اللحظه، لا راه كان من قبل منها باش كانوا ساكن الناس في القصر. هدف ما يخص الروايه ديال الكتاب والمؤرخين على سيجماس والسقوط ديالها. اما الروايه الشفويه فيها جوج ديال الروايات، الروايه الشفويه الاولى وكتهضر واحد النهار ان السلطان الاسود كان في سيجماسة وخرج بلي كيدور، وهو يشوف واحد المراه هي والابناء ديالها كانت خارجه باش تسكن شي حوايج ولا شي حاجه بالليل، هادشي اللي قالت الروايه، انا ما عليا غير كنعاود لكم شنو كاين. فاش مشى السلطان الاسود عند المراه وطلب منها علاقه غير شرعيه وهي رفضت، نساء الحرات ديال سيجماس. فاش هي رفضت احد الابناء ديالها وقسموا على جوج وعطاها الكلاب ياكلوا، وهادشي هو اللي خلى اهل سيجماسة باش انهم يثوروا على السلطان الاسود انهم يحطموا الجدار ديال سيجماسة ديال المدينه. كتبقى روايه وتكون صحه تقدر تكون خطا، ولكن الروايه شفويه. اما بخصوص الروايه الثانيه فهي كتهضر على ان الناس واحد الصباح فاقوا، وباش ان المؤذن يؤذن الفجر بطريقته العاديه ويقول صباح لله والحمد، ولا كيقول صباح لله وخلت. وهنا كتقول لك تقول الروايه بان ياما المنطقه ضربها زلزال قوي اللي خلاها تسطح وتدمر، ولا ان المدينه جاها فيضان من واد زيز ولا من واد غريس، والاقرب هو واد زيز.
ولكن تبقى كاع الروايتين بجوج غير روايه شفويه. هاد القضيه ديال انا ضربها فيضان ولا ضربها سميتو، لان البلاصه فاش مبنيه الجماسه جات شويه عاليه على الواد، وهذا تقريبا بزاف الناس كيضحضوا هاد القضيه ديال انها جاها فيضان او لا سيل. الامر ما فيه ان هاد القضيه ديال الاندثار ديال مدينه الجماسه ما كاينش حاجه اللي هي مضبوطه، والا بغينا نشوفوا شي حاجه اللي هي مضبوطه خصهم يكونوا اكتشافات وحفريات وتما داكشي ديال التنقيب ودوك اللعيبات، باش انه تبان واش المدينه مشات عبر فيضان، واش مشات عبر تخريب، ولا شنو هو الطريقه باش مشات. وحتى الكتابات والمؤرخين داكشي اللي هضروا عليه دائما تيقولوا ان داكشي غير موتو، ضروري خصنا تكون اكتشافات في المدينه باش نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى طيح، غير باش ما نمروش مرور الكرام على حول الاكتشافات ولا البعثات الاكتشافيه للمنطقه. منهم واحد البعثه ايطاليه كانت 1971، واحد البعثه مغربيه كانت في 74، واحد البعثه كانت مشتركه ما بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه كانت في 88. المهم هادشي اللي كان في هذه الحلقه، تلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله. الله فراسكم.